صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض المؤرخين بأن سفينة نوح وقفت على جبل الجودي في تركيا، فهل يشرع لنا زيارة هذا الجبل من أجل العظة والعبرة كما قال تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ أنها رست على الجودي، هذا في القرآن، واستوت على الجودي، والجودي معروف جبل في الموصل من العراق، فالجودي موجود، أما السفينة ليست موجودة، فنيت السفينة فنيت، لكن بقي جنسها وبقيت الصنعة التي علمها الله لنوح عليه السلام بقيت. وأما الزيارة فما يشرع الذهاب، ما يشرع السفر لأجل رؤية الجودي، هذا غير مشروع. نعم.